يا متمسلفة زماننا، ما لكم وللتلون؟ لا يناسبكم النفاق عند قوم أنتم وشيوخكم ودعوتكم لا تساوون في غرض نعالهم ولا عندهم فلسا واحدا. يا متمسلفة زماننا، يا متمشيخة الزمان الذي نعيش فيه، قبيح بكم جدا أن توردوا السلفية الصافية الكريمة موارد العطن وتنفر سواد المسلمين عن صفائها ونقائها، وتشوه بجهلكم سيرة مشايخكم وأكابركم. شيخنا الألباني عاش ومات وعلى رأسه تاج الشرف العالي، لم يتنجس يوما بمصافحة أحد من ظلمة الأرض وطغاتها. يا متمسلفة زماننا، لا نراكم اليوم إلا أبواقا لحكومات عملها تنفيذ أجندة الغربيين والتأسيس والتجذير لحلم إسرائيل الأكبر، الأرض الكبرى التي تهيمن على بلاد الإسلام وغيرها. أولياء نعمتكم متى ما شاءوا أصعدوكم المنابر، ومتى ما شاءوا أخرسوا أفواهكم ودفنوكم في الحفائر. يا متمسلفة هذا الزمان، لا تشوهوا سيرة السلفية. تخاطبون شعوبا مقهورة، أتريدون أن يكذب الله وأن يكذب رسوله باسم منهج السمع والطاعة؟ اتقوا الله وترفعوا وعوا، فما لكم من دون الله من أولياء؟ الله قال لكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ألا تقرؤون القرآن؟ الله أكبر، بهذه الآية يخاطب الله أصفى البشر وأشرف جيل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ثم قال ولا تركنوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. سلفنا الذين نتشرف بالانتساب إليهم قالوا من ركن إلى الذين ظلموا حشره الله معهم يوم القيامة. سلفنا الذين ننتسب إليهم ونتشرف قالوا لنا من شارك السلطان الجائر في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة، من شارك السلطان الجائر في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. ألم يقل لنا ربنا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله؟ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.